عليكم. فضيلة الشيخ عطية صقر، قرأت حديثا عن صلاة الحاجة وفيها قراءة للقرآن الكريم أثناء السجود، مع أنني قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود، فما صلاة الحاجة وما مشروعيتها؟ إن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا والمنعم علينا، لا نعبد إلا إياه ولا نستعين بأحد سواه، وقد أمرنا أن ندعوه ليحقق مطلبنا ووعدنا بالإجابة، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وللدعاء أوقات وأماكن تكون فيها أقرب إلى الاستجابة، ومنها وقت السجود في الصلاة كما صح في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. ومن الخير أن نقدم للدعاء بعمل صالح كصدقة أو صلاة، كما دعا أصحاب الغار دعوا ربهم بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما رواه أحمد: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. وفي حديث عثمان بن حنيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي طلب منه أن يدعو الله ليكشف عن بصره: انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين، وعلمه الدعاء الذي يدعو الله به. وقد رويت أحاديث في كيفية صلاة الحاجة تتناقض مع الأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن مسعود الذي جاء فيه صلاة 12 ركعة يقرأ في السجود فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات مع ذكر ودعاء، وقد جرب الناس هذه الصلاة فوجدوها حقا. والناظر في هذا الحديث يجده متعارضا مع النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وروى مسلم وغيره أيضا عن علي رضي الله عنه قوله: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يقول الشوكاني: هذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي بطلان الصلاة بذلك خلاف. وما دام الحديث الصحيح ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فهو مقدم على حديث صلاة الحاجة الذي تقدم ذكره عن ابن مسعود. وقال الحاكم الذي رواه: تفرد به عامر وهو ثقة مأمون. بعد هذا: أنصح بالتثبت مما يعبد الإنسان به ربه، وأنصح بعدم الجري وراء أي شيء يظن أن فيه تحقيق رغبته، فالله لا يعبد إلا بما شرع، ولا يطلب ما عنده إلا بما صح في القرآن والسنة وهو كثير. والله أعلم.